لا اسمينا رئيس جمعية الأستاذ الدكتور فضل الكهالي، حياك الله. إضافة إلى هذا، أنا رئيس اسمه هذا المستشار السياسي للمركز الدولي الذي دائما تقدم يعني تربط المجتمع بالسلطة المالية. شكرا لك مريت الله يستاهل، هو رجل رائع. يعني أنا مريت 4 مرات قبلها، أنت كنت قبلها. ما بلغوني إن شاء الله. على كل، أنا أشكرك يا دكتور، للأمانة أنت رجل لك مكانتك عند الناس، والعمل دائما اللي تقوموا به في أمان. وخليناهم يعملوا في تنمية المجتمعات، حتكون الدكتورة في تنمية المجتمعات بإدارة الأعمال. تأسيس المركز الدولي لحقوق الإنسان. جميل. شيء طيب الحمد لله. جميل. وموسوعة في التضامن. وأصبحت خلال الفترة هذه بالذات بعد الأزمة والثورة. رئيس جمعية الهلال الأحمر. إضافة إلى هذه معها داري ليش؟ علشان قلنا لجنة الرجال، ما احنا يا ولدي أموري سابرة، أنا داري ومستشار سياسي بس كنت كهالي وخباني. أنت بس تقول المستشار السياسي لرئيس جامعة الشعوب العربية، رئيس الجامعة في اليمن. الشباب، الولد الشباب، ولد الشباب. حياك الله، حياك نعم. الله يا ولدي، هذاك معنا. نعم. أدواتكم للنجاح على مستوى كل المديريات في أمانة العاصمة إن شاء الله. حافظك الله، الله يسلمك. اليوم الاثنين، وبعدين كل شيء جاهز، بعدين تبي تقول.